أربيل مدينة تسكنني بصراحة، لأني قضيت فيها أيام لا أنساها. نحن رحنا منذ تقريبا 3 سنوات بجولة على أربيل بدعوة من بعض رجال أعمال السوريين والأخوة الكرد هناك. كم الحفاوة ظلت بالذاكرة، سعادتنا بتلك المدينة اللي فيها الحب يعني بشوارعها، لها في قلبي يعني الحقيقة صدى طيب. وأنا كمان في مجموعة قصصية أيضا اسمها وجوه لي اللي نشرتها، وهي المجموعة الثالثة حتى ترجمت للكردية أيضا. فعلاقتي مع الأخوة الكرد علاقة يعني عميقة وخاصة، بتمنى لهم دائما السعادة، بتمنى لأربيل مدينة مزيد من التطور، وبستغل عبر هذه القناة بوجه تحية طبعا لأهلنا الكرد، وبتمنى لهم حياة مليئة بالفرح والسعادة دائما. غيوم داكنة هو الفيلم الثاني الروائي إلي، وأنا أنجزت الفيلم الثالث. هلأ بالنسبة لفيلم السينمائي اللي يروح على التلفزيون، في مرحلة شوي قبلها يعني بس تنتهي عروضه التجارية عادة السينمائية بالصالات، بعدين بيروح على السينما. نحن أنهينا مسلسل منذ أيام قليلة اسمه زقاق الجن، هيك اسمه زقاق الجن، وهو مسلسل يعني تجري أحداثه بإطار البيئة الدمشقية الشامية. إن شاء الله هو راح يكون برمضان القادم. يعني شخصية واحد متسلط هيك وعنيف، لكنه صاحب مزاج ما بدي أحكي كتير عنه، بس هي شخصية أعتقد مغرية متنوعة، مغرية للممثل إنه يشتغل عليها. بأمل إنه التجربة إن شاء الله تنال صدى طيب عند الجمهور. شوفي أنا التحديدات بالأسماء، أنا بيسعدني أن أتشارك مع أي ممثل لديه شغف أنه ينجز شيء، عنده رغبة حقيقية أنه يعمل اقتراح مختلف. أنا بحب أتعاطى دائما مع المسكونين بشغف المهنة، وهم كثر الحمد لله، يعني ما في اسم محدد، لكن هن مجموعة من الشباب اللي أي مجموعة من الشباب حريصين على أنه يعملوا، يعني نتشارك سوا نفس الهم نفس الرغبة بأنه نعمل شيء مهم إن شاء الله. هلأ رضانا أو عدم رضا لا يؤثر بالمعادلة، كل ما نطمح إليه أنه ظروف الحياة تتحسن، ونتذكر أنه الصناعة الفنية لحتى تتطور بتسبقها كتير أرضية العلاقة بالبنى الخدمية بالبنى التحتية للمجتمعات. تحدياتنا الاقتصادية اللي عم نمر فيها إن كان في سوريا أو لبنان أو معظم البلاد العربية، دائما هي ليست أرضية جاهزة أنك تعملي فيها الفن المتوخى. أنا آمل أولا أهم شيء أن قبل رضاي على الحالة الفنية، أتمنى أنه نصل ليوم يكون الإنسان العربي رضيان بحياته، أنه يكونوا هدول البسطاء يستطيعون أن يعيشوا بالطريقة الإنسانية المثلى المشتهات. الله يحميكم ويخلينا ياكم، وإن شاء الله بتخرج كل البلاد من امتحاناتها الصعبة والعسيرة. وتحية لأهلنا جميعا في العراق وفي كردستان، وقلكم خالص محبتي.